أنت شخص محبوب وابتسامتك دواء للكثير من الناس من حولك، وهذا المعروف عن برج الأسد. هو شخص جدا محبوب وجدا إيجابي. قبل أن أنسى سأقول لكم الأبراج، لأنني أنسى دائما أن أذكر الأبراج. يظهر لنا هنا برج الجوزاء، برج الميزان، برج الميزان، برج القوس، وبرج العذراء. وهنا يظهر لنا برج الأسد. أنت تراه مثلك، أنت ترى الحبيب مثلك، برج الأسد بطاقة برج الأسد. ويظهر لنا برج السرطان أيضا. الطاقة العامة لك برج الأسد، أنت في هذه الفترة أنت تعمل ربما أعمال جدا فنية ورائعة، وتعمل أعمال إبداعية. أنت مجتهد ونشيط وجدا شاطر في حياتك في هذه الفترة. أنت تريد أن تكسب بأي طريقة من الطرق. أنت إنسان دبلوماسي حيوي ذكي جدا في هذه الفترة. أنت مجتهد، ولكن لا أعلم ما هي هذه بالنسبة للحبيب. ربما تريد أن تتسلل من علاقة، تخرج من علاقة دون أن تثير أي مشاكل. أنت ترى الحبيب كالشمس، أنت تراه برجك. أنا أرى في هذه البطاقة برج الأسد، وأنت تراه مثلك، أنت تراه واضح وصريح وحيوي وإنسان بسيط ولطيف ومرح وطاقة إيجابية، يعطيك الطاقة الإيجابية. ربما أيضا تكونان في علاقة، أو علاقة طويلة، أو زواج. الحبيب هو محتار في قرار بين أمرين، بين شخصين. هو يعمل توازن في حياته، ربما هو بحاجة مادية ويعمل توازن في هذه الفترة في حياته، أو هو محتار في قرارين. هو جدا كئيب في هذه الفترة، ربما يفكر كثيرا بأمور ترهق تفكيره، ترهق ذهنه. ليست بالضرورة هذه البطاقة أن تكون سلبية للغاية، ممكن أن تكون أفكار مشوشة عنده كثير تفكير، كثير أعمال لا يعلم من أين يبدأ. ولكن احتمال بأنه يعاني قليلا من حاجة مادية. لا، هذه البطاقة تقول لنا بأنه هو مشغول فكره جدا بأعماله ومشاريعه. ربما هو مجتهد جدا في هذه الفترة، أو ربما يكون في هذه الفترة هو محتار بقرارين، بشخصين. هو محتار بينك وبين شخص آخر دخل حياته. هو يحاول أن يعمل توازن في حياته، أو ربما هو مجتهد جدا في نجاحاته ومشاريعه، ويريد أن يصبح إنسانا ناجحا ويعمل توازن مادي، وهو مشغول فكره في هذه الفترة، لأنه ظهر في طاقة الشمس، لكنك أنت الذي تراه هكذا، لكنه هو جدا مشغول. هو هذا الشخص متواصل معك جدا بالروح. طاقتك لهذه القراءة، أنا لا أعلم، في هذه الكروت أشعر بأنها جدا تشبه برج السرطان، كروت برج السرطان. فاحتمال بأن أحدكم في علاقة مع شخص من برج السرطان. إذا الطاقة العامة لك برج الأسد، أنت في سفر، احتمال بأنك تكون في سفر، أو بأنك قررت بأن تخرج من هذه العلاقة وتذهب وتغير اتجاهك إلى اتجاه آخر مختلف كليا عن هذا الشخص. وربما تريد أن تنقل مكان عملك أو بيتك أو أي شيء، تريد أن تسافر. أو أنت بالفعل مسافر الآن. طاقة الحبيب
هو في طاقة توازن واعتدال، هو في طاقة صبر، وطاقته في هذه الفترة ربما هو متردد في هذه العلاقة، بقبول هذه العلاقة أو رفضها، وكما ظهر لنا في الكروت الأولى أيضا هكذا هو متردد في اختياره هنا وهنا، وهو الآن يظهر لنا هكذا هو متردد، احتمال متردد في هذه العلاقة، وهو أنت بما أنك أنت قد قررت الذهاب والسفر وتغيير وجهة نظرك، احتمال بأنك قررت هذا لأنك شعرت به بأنه متردد، بأنه متردد بالنسبة للعلاقة، ولكنه هو شخص متزن جدا ويحب السلام، يحب الهدوء، هو عاقل جدا وهو يعجبك، يعجبك جدا هذا الشخص. مشاعرك باتجاه الحبيب، أنت جدا تحبه وتفيض من حبك له، وتحب كل من يحبه، تحب أهله، تحب أصدقائه، أنت تشعر بمشاعر فياضة جدا بالنسبة لهذا الشخص، ومشاعره هو بالنسبة لك، أنتما الاثنان تعشقان بعضكما، أنتما في غاية الحب والجمال، أنها ظهرت لي في هذه البطاقات، أجمل كروت في هذه البطاقات، أقول لكم بأنكم احتمال بأنكم مع برج السرطان على علاقة، هذه الكروت جميلة جدا مثل كروت برج السرطان، وهذه القراءة أيضا جميلة جدا كقراءة برج السرطان، أنتما الاثنان لا مشاكل بينكما، ربما تكونان فقط منشغلين عن بعضكما في سفر، في أعمال، في مشاريع، ربما أنت مبتعد عن هذا الشخص بسبب أعمالك، وهو يحاول أن يوازن حياته، يحاول أن يعتدل في حياته، احتمال بأنه يكون برج القوس أو كما قلت السرطان، لم يظهر لي برج السرطان ولكني أنا أشعر في هذه القراءة بأنها تشبه برج السرطان. إذا مشاعر الحبيب هو يحبك بشكل كبير، يحبك لدرجة عالية، ويشعر بك وكأنك السول ميت له، وأنت في هذه البطاقة تظهر لنا، تقول لك هذه البطاقة ادعي فبدعائك ستجذب السول ميت لك، وهذه البطاقة هي السول ميت، وكأن هذه البطاقة تقول لك بأن هذا الشخص هو الشخص المناسب الذي تدعي بأن يحضر لك، لأنك أيضا تحبه بشكل كبير، بشكل جنوني، أنت وهو تحبان بعضكما، وهو يراك هو الشخص المناسب المكمل لحياته، المكمل لروحه، لعقله، لفكره، لكل شيء في حياته، هو يراك في غاية الجمال ويحبك لدرجة عالية لا تتصورها، وأنتما اثنان تعشقان بعضكما كما قلت. نوايا هذا الحبيب في الفترة القادمة هي العدل، هي العدل وإعطائك حقك بأي شيء تطلبه، وهذا هو برج الميزان. إذا كان بينكما خلافات بأي شيء أو تقصير بحق ما، هو ينوي أن يعيد لك حقك بالكامل. إذا كان مقصر لك، مقصر معك في عاطفة، في أي شيء، هو يريد أن يعطيك حقا، وهو ينوي على الزواج بك، حتما هو ينوي على الزواج بك، ولكنه بهذه الفترة احتمال بأنه يكون متردد، ولكنه هو ينوي على الزواج بك. هذه البطاقة خطوته القادمة، هو ينوي أن يقف قليلا، ينتظر، ينتظر ربما ردة فعلك، ربما أي إشارة منك، أي تصرف، أي رسالة، هو يحاول أن يبتعد قليلا، ولكنه سيفضل يراقبك، سيظل يراقبك من بعيد، سيظل يستعلم عن أخبارك، ولكن سيظهر لك بأنه غير مبالي، ولكنه هو في غاية الشوق والحب لك، ولكن في هذه الفترة القادمة سينتظر فقط، ولكنه هو كما قلت هو ينوي الزواج بك، ولكن لمتى هذه المكابرة؟ هو سيأتي ويتزوجك ويرجع، وستكونان مع بعضكما في أسرة جميلة إن شاء الله، وبسرعة، لن ينتظر هذا الشخص طويلا.
النصيحة لك تقول بأنك عش حياتك، فهناك أشياء كثيرة في هذه الحياة تجعلنا سعداء. عيش حياتك وافرح بنفسك، وهناك ألوان للحياة جميلة كما قلت، كثيرة وجميلة نعيشها، فعش حياتك بالطريقة التي أنت تريدها مناسب. وهذه البطاقة تقول لك شغف، هناك حب كبير وانجذاب عالي بينكما أنتما الاثنين. هذه البطاقة، هذه الكروت جدا موفقة، فأنت شخص محبوب وابتسامتك دواء لكثير من الناس. هو يراك هكذا أيضا، بأنك إنسان وشخص إيجابي، وأنت تراه بأنه الشمس الساطعة أنت وهو جدا ترون بعضكما بطريقة جدا إيجابية، ومنجذبان لبعضكما بطريقة عالية. وهذه البطاقة تقول لك اخفي أسرارك ولا تبح بها، فهناك من يريد بك السوء. شكرا لكم مواليد برج الأسد على هذه المتابعة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.